يا أخي الأخلاق الإسلامية والقيم هي اللي يعني تأمرك بالشيء هذا، ورجوعك للكتاب والسنة. كل ما واحد تربى على الكتاب والسنة وأصلوا به أهله هالشيء هذا، خلاص تربى. حتى لو أنه خالط ناس ما عاشوا بهالشيء هذا، هو يأثر بهم ولا يأثرون به. أنا في موقف صغير حصل بين زوجه، يعني زوج وزوجته، برضو موقفين يعني كلهم صغار، بس إنه شوف شلون كمية الوفاء والود بينهم. يعني هذه واحد توفي زوجه وعنده عيالة، فمن حفظ الود الزوجة الله يغفر له ويرحمه، ومن الوفاء اللي عنده، حاطت معلقة ثوبه، هم توفي، معلقة ثوبه باخر الغرفة، وحاطت به فلوس، لا تطلبوا من عيال شيء ولا شيء، قاعد خذوا من اخوات ابوكم. الله ايه، ما تعطيهم كذا، يقولون الى يومهم هذا وهو كذا، كل ما طلبوا شيء قالت مخبات ابوكم خذوا منه، يا الله خذوا من ابوكم، خذوا من ابوكم الله يرحمه. شوف الوفاء والود، وتوفي وراح، تقدر تقول يعني، بس شوف الناس اللي يدرسون كان حاضر في البيت وموجود. اي والله ما ضيعت اسمه. هذا اللي من اسماء، ترى من اسماء مراتب حفظ الود والعشره اللي هي الزوجيه. إيه الزوج وزوجته تراها تتنازل عن أمور كثيرة، أما الزوج ولا الزوجة مقابل الود والعشرة. عظيم. هذه من الزوجة الطيبة. أما الموقف الثاني فهو برضو من رجل، يعني أنه جاء واحد من المشايخة، واحد من المشايخة الثانيين قال أبي لي واحدة، دور لي واحدة عاقلة وصالحة وزاهدة، يعني ما به مثله بالبلد بالطاعة. قال انا خابر لك واحد تن اعرفه واعرف اسراره زين، ما ابو اصلح منه ولا ازهد منه ولا واعرف اسراره. قال شلون انت بنتك؟ قال لا، هذه قد زوجته وطليقتي، بس شوف حافظ الود له ولا نسى الفضل اللي بينهم. قال شلون انت بتزوجن وشلون انت في الرتبه؟ قال سبحان الله، ما حصل بيني انا وياه يعني حب، ولا حصل بيني انا وياه يعني ما تلاقت الارواح، لكني ما شفت منها الا الطيب. فلذلك انا والله يعني انصحك به، ان ما في ازهد منه ولا في اطيب منه. فتزوج هذا الشيخ وخلفت منه ابناء وربتهم احسن تربيه. فشوفوا شلون، مع انه مطلقه هذا، الا انه حفظ الود بينهم. بعض الناس الحين لجاب بياخذ مثلا، لجيت لامه تقول اباخذ اخت مثلا ام عيالك، يا تقربهم وش هالعائله وش هالناس يا ابن حال، طب انت ما ادري عنه. بعض الزوجات تتأثر بزوجها أصلا بأخلاقه، فأنت ما أدري عن يعني عن هل أهلهم ربينا كذا أو أنه تأثرت من زوجها.